السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال ما كيمشيوش، الله يحفظكم ويجيكم. اليوم ان شاء الله الخوت اليوم السبت باذن الله، اليوم السبت باذن الله، اليوم عندنا جمع الحمام السباق الرسمي. دابا ما بقاش تدارب، نسينا الخوت تدارب. اليوم السبت، اليوم 13 جونفي، هذه 13 جونفي دا غدر للناس. كنت باغي نفيق مع التسعود اولا مع العشرة نعطي الحميمات ياكلوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ما تمشي فيما مشاك الله الخوت، ما تمشي فيما مشاك الله. الحمد لله ما علينا الخوت، اليوم راه الحال سخون، كيبان لي الحال مصهد. ها شنو غادي نعطيهم باذن الله، خليكم معايا. الله يرحم الوالدين. الخوت كيف كتلاحظوا الحميمات راهم كلاو وشربوا، بالنسبه لهم راه حيت لهم الخوت الماء، حيت الذكور الماء، الإناس غادي نحيد لهم دابا الماء. هنا الكولوار كيف كتلاحظوا هو راه سيقناه، الكولوار الخوت هو سيقناه، سطي حتى هنا راه سيقناه استعدادا للمطلق ديال غدا. ولكن الحراره اليوم الخوت كيف لاحظتوا درجه الحراره راها طالعه بزاف، حميمات هما هادو. نحيدوا لهم الماء، علاش؟ الخوت باش يشربوا لينا في العشيه باش نبغوا نجمعوهم. دابا راه تقريبا ما نقول لكمش الخوت تقريبا باش نصدق كذب عليكم، ها انتم الخوت شحال في الساعه دابا. اليوم صامدي، اليوم 13 جونفي 2024، هذه 12:56 دقيقة. الحمام راه كلا، عطيتو 15 غرام ديال الطوب انرجي، راه كلاها كاملة. أنا كنت خايف قلت ما غياكلهاش، لأن البارح عطينا الحمام الخوت كلا وتشبعو، البارح اللهم بارك الحميمات كلا وتشبعو، الحمد لله كيف قلنا والشكر لله. دابا غنحيد اليوم الخوت الماء إن شاء الله حتى العشية. شوف مسكينة هاد نتيو كي كدير، شوف كيف قلنا، ها نتو الخراتي كي كدير. كيف قلنا الخوت حتى العشيه ان شاء الله، وغادي نعطيهم الماء وغادي يتم جمع ديالهم. وغدا راه قالوا غادي يطلقوا الحميمات، غادي يطلقوهم بكري على ما يقال، والله اعلم، لان الاجواء شويه كاينه قاصحه. هذا ما كان، يلا تحياتي لكم، ونتلاقاو في جمع الحمام الخوت. والله يرحم لكم الوالدين، والدينا ووالديكم، والدين جميع المسلمين. السلام عليكم ورحمه الله. الخوت عوده مجددا، ندخلوا هذا الولد، هذا الوليد خرجته غندخلوه ان شاء الله، ندخلوه كيف قلنا الخوت. صافي، هذا هو اللي غادي نهبطوا به الحمام، هو الذكر ديال الحنبوره ان شاء الله، والمقرفط ثلاثه ديال الحميمات ان شاء الله. الخوت غادي نتوكلوا على الله باذن الله، غادي نتوكلوا على الله. هذاك ما كانش عليه نطلقوا، ما كانش عليه نطلقوا، غنتوكلوا على الله. غادي نهزوا كيف قلنا الحميمات، غادي نهزوهم كاملين باذن الله. حطينا لهم ميها شربوا، منين شفتوا الخوت عطيناهم على 11 ونص عطيناهم الماكله. دابا الساعه شوفي شحال في الساعه بنتي، يلا يلا سلينا العصر دابا انا وفاطمه الزهراء، شحال؟ هذه الخمسة الخوت، هذه الخمسة ديال العشية إن شاء الله. غادي نتوكلوا الله، نقولوا بسم الله، وغادي نهزوا الحميمات كلهم غامر ولا غادر إن شاء الله بإذن الله. يلا والله المستعان. أول حاجة غادي نقولوا بسم الله، غنستعينوا بالله عز وجل، نقولوا بسم الله وغادي نبداو نهزوا. ما كاين لا نشوفوا هذه رجليها ضعيفة ولا رجليها قصيرة ولا منقارها قصير ولا جناحها قصير، غادي نهزوا نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله. يلا الخوت خليكم معنا، نهزوا أول دفعة إن شاء الله. بسم الله قبله وبعده ان شاء الله. الخوت هادي الدفعه الاولى ان شاء الله، هادي الدفعه الاولى ديال الاناث، نمشيو نهبطوا الخوت ان شاء الله. ولنا لقاء هنا، هزي هنا كاين 20 نتوى 10 في 10، هزينا كلشي ديال السرعه ديال المسافه، كلشي هزينا الحمام كلشي، غادي يلعب المطلق الاول كله ان شاء الله باذن الله. والله يرحم لكم الوالدين ان شاء الله. كيف قلنا دابا هبطنا الهبطه الاولى 20، وانت اللي هبطنا ان شاء الله. حنا غادي نكملوا، كندير لهم داك الباش على باش، ولكن راه لاحظت الخوتي حمامات لتحت، والله الا خايفين، كيلهتو كيلهتو ولا كيلهتو بالصاد. الحراره اليوم كاينه كيش لاحظتوا، راه الله اعلم شي كذا 30 الله اعلم ولا شحال كاينه الحراره. ها هو الحميمه تما مازال غادي يشرب، والله الا باغينا نشربها خليك خليك، واحد الذكر بغى يشرب، والله الا سكان بغى يشرب، تخشى راسو وخرجو، تخشى راسو في الشرابه بغى يشربو ويخرجو، ما علينا، شرب وليدي شرب، غادي تمشي لتماره. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، حتى نكملو ان شاء الله. غادي نهبط دابا الاناث عاوتاني، اللي بقى ليا في الاناث غادي نهبطهم، غادي نخويش جاني في هذا المطلق الاول، غادي نخويش جاني وان شاء الله كنقولوا والله اعلم غادي نخلص على 60 حمامه الا بغى الله باذن الله. يعني 60 حمامه جات ب 3000 درهم، 50 درهم الحمامه اللي دايرين بالنسبه لمدينه ساله، مدينه الرباط اللي يمكن دايرين لهم 60 درهم الحمامه على ما سمعت، خاص مدينه ساله دايرين لهم
داير لهم 50 درهم الحمامه يعني في الفيتاس والدومي فون. دونك انا غادي نهز 60 حمامه اللي على غادي نخلص عليها اللي تبقى رسميه 60 حمامه. هو داك الذكير غادي يشرب ان شاء الله. يا ربي يشرب يا ربي، حتى خسر راسو، حتى خسر راسو قاس الماء ويرجع، حتى خسر راسو بقى حاضي، حتى خسر راسو قاس الماء ويرجع مسكين. هو يشرب خشى عاوتاني راسو ويرجع وخشى. هو كيشرب، هو كيشرب، أو شرب شرب بعدا واحد شوية. كيف قلنا الخوت 60 حمامة علاش غادي نخلص بإذن الله. يلا تحياتي لكم، ومن بعد ما غادي نكمل كاع هذا الشيء عاد أنا معكم، والله يرحم لكم الوالدين، والدي ووالديكم. والله إلا الحال سخونة الخوت، حسن العوان هذا الحمام مسكين. إلا كان الجو بحال هكا غدا حسن العوان اليوم، هادشي اللي نقولو. أنا عركت أصاحبي بزاف اكثر من القياس كاع. هذيك الزيف اللي كنمسحوا بها التليفون راه هي ملوحه، غتغبر دابا ان شاء الله الخوت. بقات الدفعه الاخرى ديال الدكور هي اللي غادي نهبطوا دابا باذن الله، وغادي نتكركبوا. هذه هي الدفعه الاخرى ان شاء الله اللي بقات. يلا خليكم معنا، الله يرحم لكم الوالدين. الخوت على بركه الله، هذه الدفعه الاخرى الخوت. اجيبي وريهم الشجينه، وريهم الشجينات، شجينات الخوت راه خلينا تماك. هذه الشجنه خاويه، غادي نيطويها اليوم باذن الله. انا كنقول باذن الله الا قديت عليها الخوت نيطويها لك. بقى عندي واحد شويه ديال الوقت غادي نيطويها، ما كانش عندي الوقت راه ما عندي ما ندير ان شاء الله. وخلينا تماك الخوت المقرفط اللي خلينا المقرفط وداك الدفيلي صافي ان شاء الله. دابا غادي نتوكلوا على الله باذن الله. يلا فلاله فاطمه الزهراء، دابا نتوكلوا على الله الى الجمعيه باذن الله. بسم الله. اي بسم الله يا ربي. هاجي بنيتي هاجي خوت على بركه الله. حنا كن هاكا هادي هي العملية اللي تنقومو بها، هادي هي العملية اللي تنقومو بها، هادي هي العملية اللي تنقومو بها إن شاء الله. تنخويو هنا في هنا في هنا، تنخويو هنا في هنا بحال هاكا. دابا راه شيئا ما ولفو الخوت، هاكا دير لهم هاكا كيدخلو، شيئا ما ولفو كيف قلنا، والحمد لله، الحمد لله. سيك سيك دخل أصاحبي دخلو. ها دابا الأمور طيبة كيف كتلاحظو. دابا الخوت شويه بشويه شويه بشويه غنخرجوا، خليكم معايا على بركه الله. ما تشديش الارضيه، الارض نتمنوا الخير. هذاك الشيء جيو شوفوا الخوت، هذاك الشيء راه قليل، خاب ما تخلعوش من ربعه الصنادق. داك الشيء الخوت غير قليل كيف كتلاحظوا انتم، راه كاين الخويه راه قليل داك الشيء، داك الشيء راه غادي منفس. يلا خليكم معنا، الله يرحم الوالدين. بسم الله على بركه الله. بسم الله صافي. يلا بقيت تماك، بقيت تماك. يلا بسم الله. الباب فين هو الباب؟ ها هو. انا الخوت كيف كتلاحظوا دابا لحد الساعه الامور طيبه ولله الحمد. يلا الخوت ندير لهم شي لعيبه وانا معكم، الله يرحم الوالدين. تحياتي لكم، تحيه الخوت والحباب كيف كنقولوا ديما في ارض الوطن وخارج الوطن. ان شاء الله غادي نتوكلوا على الله باذن الله، غادي نتوكلوا على الله ان شاء الله، وغادي نشدوا الرحال الى غادي الصحراء الحدود غادي لجهاد سبيل الله. او يا ربي نجي نمشيو في جهاد سبيل الله. ما علينا ان شاء الله الى دار الشباب، وان شاء الله ندفعوا الحميمات ونتمنوا الخير المطلق ديال غدا، ودعيوا معنا والله يرحم لكم الوالدين. تحيه لخويا عمر شمس الدين، وخونا جهاد وصابرينا، واخوان كاملين اللي باقي غدا، وخونا سمير باشي، عائله امرح بوعبيد الشتيوي، الخوت كاع اللي كيبغيونا غدا ان شاء الله هنا معكم باذن الله. يلا الخوت
البنيه مشات تجيب لي انتما لابس غير الصنداله ديال السطح، الصنداله غير ديال السطح ها هي. البنيه راه مشات تجيب لي الاخر، مشات تجيب لي ها هي جابت لي الصابو، وهذا نمشي بهذا غادي نحطو الصنداله ديال السطح ان شاء الله. هي هذه محال محال. يلا خوت تحياتي لكم، عطي شي تحيه. تحياتي لكم الاخوان كاملين، وان شاء الله نجيبوا شي نتائج زوينه في المطلق. وتحياتي لكم الخوت كاملين، تحيه لكاع الناس اللي في، وتحيه لعمي عمر من جهاد. يلا الخوت قطعتها. يلا الله يرحم لكم الوالدين، ونتمنوا الخير ودعوا معنا، والله يرحم لكم الوالدين. والى الملتقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.